بالنسبة للأزمة في تونس تطورت برشا، الوضع في تونس ما يشجعش، وإذا كان نحب تونس معناها تتغير وتتصلح لازم نتصلح الوضع السياسي قبل ما نحكو حتى الوضع الاقتصادي. بالنسبة لموضوع الديالوج هذا الوطني، الحوار الوطني احنا سمعنا انه بشاركوا الشباب، الا ان الى يومنا هذا ما نعرفوش كيفاش باش يتم اختيار الشباب هذم وشكونهم الشباب اللي بيشاركوا في الحوار الوطني. نحن نتوجه بطبيعة من خلالكم للرئيس الجمهورية انه تكون فما آليات واضحة لاختيار الشباب باش يشارك في الحوار الوطني. رئيس البرلمان يظهر لي هو اكثر واحد حاب يعطل الحوار هذا واكثر واحد ما يساعدوش الحوار هذا. شفنا المنظمة الشغيلة الاتحاد عن توصيل الشغل زادا قدمت مبادرات في علاقة بالحوار هذا. نحن الشباب، خلينا ما نتكلم على روحي، ما نجمش نتكلم باسم الشباب الكل، نقول انه يلزم على الاقل رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة يختاروا كما قلت لك اليات باش الشباب يشارك في العملية هذه نتاع الحوار الوطني. تبقى بالنسبة للرئيس البرلمان، انا في اعتقادي هو يحب يعطل الحوار هذا وما يساعدوش الحوار هذا اللي باش يصير. أزمة حادة تعيشها تونس بفعل الصراع بين الرؤوس الثلاث، وهذا الصراع يحصل فوق المصلحة العليا للشعب. الشعب لا ناقة ولا جمل له في هذا الصراع، ويبدو أن الأزمة قد تستفحل وتستمر إذا لم يحضر العقل وإذا لم تتدخل القوى الخيرة في هذا البلد مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع المدني، والأحزاب والقوى الوطنية المخلصة اللي تحب الخير لتونس. بصراحة هذا الصراع طال أمده وألقى بظلاله على الحياة، على المعيشة للمواطن التونسي وعلى المسحوقين وعلى الغلاب، وحتى الطبقة الوسطى انهارت وما عاش عنا طبقة وسطى الآن. بصراحة أن هذا البرلمان يجب أن يتحل، هذا تمثيل خادع للشعب ولا علاقة لشعبنا. الناس هذم قدموا برامج أول ما دخلوا في الانتخابات ما طبقوا بها حتى شيء، شعارات كاذبة وخداعة وبراقة، واستغفلوا بها الجماهير، وعلى الجماهير أن تحكم نفسها بنفسها، والسلطة والثروة يجب أن تكون بيد الشعب، والتمثيل تجهيل ولا نيابة عن الشعب مثل ما قال الكتاب الأخضر تماما. الرد متاع قيس سعيد وهو في محله وهو صحيح، هم مش قانون الماء، تنقيح في قانون المحكمة، خليه ينصوتوا عليه قانون المحكمة الدستورية. وثم ليش في هذه الظروف بالذات ثم سوء نية يحصل؟ 6 سنين التالي يتصارعوا ولا واحد منهم صوت لهذه المحكمة، ولكن بما أن رئيس الدولة هو عنده فصل وحيد بالعامية عمل بهم شاطح باطح بفصل وحيد، فكيف طريقة إزاحته؟ لازم يقولوا مخرج دستوري هي المحكمة الدستورية. وثم أن من الناس هذا يتصارعوا، كل واحد يحب يحط جماعته في هذه المحكمة. المحكمة الدستورية يجب أن تكون مستقلة تماما عن كل التجاذب السياسي، وهي الحامية الأولى والأخيرة للدستور. هذه نقطة أخرى تزيد تعمق الصراع وتطيل عمر الأزمة، والله إن شاء الله ربي يحمي تونس وشعبها. والله شوف، هي الأزمة السياسية راهي تنافس بين الأحزاب، هذه أول حاجة. يحطوا في العصال بعضهم برشا، حتى واحد فيهم مخمم في مصلحة البلاد الحقيقة. معناها مجلس نواب ولاو كراكوز في عود هذي مشرع التونسي، نورمالمون يعطي وجه به للبلاد ويشرع القوانين. فما مجلات ما زالت متمسدش وما صارتش فيه تنقيح من عهد بورقيبة الله يرحمه. هما قاعدين ينهشوا في بعضهم وينهشوا في البلاد ويلوجوا على مصالحهم الخاصة، توا ما يزموش يخمموا بالعاطفة، خاطر البلاد راهي ما تتحملش حتى أزمة بجديد تصير لها أكثر من قبل. حاليًا هما يلزمهم ساعة يتفقوا، يصير حوار وطني على جميع المستويات، منظمات الاتحاد وليتيكا والأحزاب الحاكمة، الكل لازمهم يقعدوا مع بعضهم ويخرجوا بحل. إذا ما عادش فما حتى حل، راه مش سهل باش تحل مجلس النواب توا، ومش سهل باش تعاود تعمل انتخابات جزئية.
مبكرة. راه مش سهل الجملة في الأزمة اللي مروا بها احنا توا، أزمة اقتصادية كبيرة، راهي انتخابات باش تعملها توا وباش تصرف عليها وباش تعاول تخدم وليزي والكل، راهي مش سهلة. راه سهل حل البرلمان، سهل كلمة سهلة نجموا نتداولوها الناس كله، واحنا الكل مش راضين عليه البرلمان وعلى أدائه، ومع انه المجلس يتحل ويطلع نخبة جديدة ويطلع عباد جدد ويطلع الناس بالحق حسب البلاد، لكن مش في الوقت هذا. شو الوقت هذا تونس ما تتحملش انتخابات مبكرة اليوم؟ مش معقول باش البلاد عايشة في أزمات كبيرة صحية واقتصادية وأخلاقية وسياسية وأمنية، وهم توا من ديسمبر ويحكيوا على حوار 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 وما شفنا حتى شيء، وما نتصورش حتى كان صار حوار باللي صاير ما بيناتهم كأحزاب وك، ما نتصورش اللي مش نوصلوا للنتيجة. مالوريزمون أنا نقول اللي ما أنا ما عادش عندي أمل في مصير البلاد هذه. وشنو الحل إذا كان ما بدلوش النظام الانتخابي وما بدلوش الدستور باش يسرعوا بحوايج والهيئات الدستورية؟ معناها مشكي وعاود من الجديد، مش ترجع لك نفس العباد، ومش نقعدوا ديما نتخبطوا في نفس المشاكل ما بيناتهم. ومالوريزمون على غالب راهو الديمقراطية فيها كما البارح نسمع فيها 36 نوع، احنا اخترنا يظهر لي النوع اللي ما يناسبش البلاد هذه، ينسبهاش. دونك على غالب صعيب، انا نقول لك صعيب، الحلول صعيبه من جميع النواحي.